نهائي القرن لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا النهائي بتاعه يبقى من دولة واحدة، والدولة دي إن هي مصر. مباراة تجمع لأول مرة في النهائي ما بين الأهلي وما بين الزمالك اللي لعبوا كتير، لعبوا بعض كتير في دوري أبطال أفريقيا ولكن ما لعبوش بعض في الفاينل، ودي أول مرة في التاريخ. مباراة في الأول وفي الآخر هي مباراة كرة قدم، ولكن مع صفارة الحكم وإعلانه لبداية المباراة هنشوف توتر، هنشوف قلق، هنشوف عصبية، هنشوف حماس، هنشوف إثارة، هنشوف كل حاجة ليها علاقة بكرة القدم. ولكن في الأول وفي الآخر هي مباراة كرة قدم، أي نعم، ولكن تحمل المعاني الكثير. مباراة يا إما تفوز بها وتصنع المجد لسنوات وسنوات قادمة، أم تتلطخ بمرارة الهزيمة وتخسر وتنهزم لسنوات وسنوات قادمة. مباراة ستكون هي الأهم في تاريخ الناديين، في تاريخ الأهلي وفي تاريخ الزمالك. الزمالك اللي غايب عنه البطولة من 18 سنة، والأهلي اللي غايب عنه البطولة من 13 سنة. الفريقين أو جمهور الفريقين يبقوا قاعدين عايزين البطولة، متعطشين للبطولة. جمهور الزمالك يبقى قاعد مستني البطولة اللي غايبة عنه من 18 سنة وعايز البطولة تيجي 100 عقبة من جديد بجيل هو الأفضل للزمالك من سنوات عديدة. وجمهور الأهلي قاعد مستني البطولة اللي غايبة عنه من 2013 بعد اعتزال الجيل الذهبي بتاعه، ما خدش بعدها غير الكونفدرالية في 2014، وغايب عن البطولات القارية من 2014 وبطولة دوري أبطال أفريقيا من 2013. مباراة هتحمل المعاني الكثيرة والكثيرة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن حاجات كتيرة، عن نهاية القرن، هيلعبوا ازاي، نقط القوة، نقط الضعف، تشكيل متوقع، وكلمات أخيرة للجمهور قبل المباراة. فهنتكلم في حاجات كتيرة قوي في حلقة النهاردة. فلو أنت كده قاعد بقى تتفرج عليا، روح اعمل لك كوباية شاي وكوباية قهوة عشان الحلقة دي مطولة معانا شوية. وأما مش في الحلقة انزل اعمل لايك، ولو أول مرة تشوفني اعمل اشتراك أو سبسكرايب في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نتكلم عن نهاية القرن. انزل يا ابني بالانترو. حطني رقم واحد في القصير. خلونا نتكلم في البدايه عن المباراه وعن الفريقين تاريخيا في دول دوري ابطال افريقيا. في دوري ابطال افريقيا الاهلي والزمالك لعبوا بعض 8 مرات، قدر الاهلي يفوز في 5 مرات وتعادل في 3 مرات، والزمالك ما كسبش الاهلي في دوري ابطال افريقيا في ولا مره. الاهلي قدر يسجل في الزمالك 15 جون، والاهلي استقبل من الزمالك او الزمالك سجل في الاهلي 8 اجوال. دي اول مره الاهلي والزمالك يلعبوا مع بعض نهائي دوري ابطال افريقيا. مره من المرات اللي فاتت من 2005 مثلا لعبوا بعض في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والاهلي قدر يصعد على حساب الزمالك، ولكن النهائي الوحيد اللي لعبوه ضد بعض كان نهائي السوبر الافريقي في 94، كان في جنوب افريقيا، والزمالك قدر يتفوق على الاهلي ساعتها. ولكن تاريخيا في دوري ابطال افريقيا الاهلي متفوق عن الزمالك بكتير شويه او كتير شويتين. مباراة كلامها تكتيكيا ومباراة كلامها في أرض الملعب كتير جدا، ولكن بره أرض الملعب الجمهور كله مشدود، والجمهور كله سواء أهلي أو زمالك بيتمنى البطولة دي. تعال نتكلم شوية نقط للفريقين، نقط ضعف ونقط قوة قبل ما نخش على الكلمة اللي عايز أقولها للجمهورين قبل المباراة. هو تقريبا نقط قوة الزمالك هي نقط ضعف الأهلي، ونقط قوة الأهلي هي نقط ضعف الزمالك. هي المباراة قايمة على الثلاث نقط سواء هنا أو هنا. خلينا نتكلم عن الزمالك شوية لأنه صاحب الأرض والطرف الأول في المباراة. الزمالك بيتميز بأول حاجة وهي العرضيات. العرضيات بتاعت الزمالك هي نقط ضعف بتاعت الأهلي. الزمالك بيقدر يتفوق في العرضيات على مثلا مصطفى محمد، متفوق جدا في العرضيات، محمود علي متميز جدا في العرضيات، فأنت عندك لاعبين مميزين في العرضيات، وحتى بن شرقي بيلعب دماغه كويس جدا في العرضيات عند الزمالك قوي جدا، سواء بن شرقي او زيزو بيعرفوا يرفعوا عرضيات. مصطفى محمد مميزه، وهي نقطه ضعف الاهلي. نقطه ضعف الاهلي سواء ياسر ابراهيم او ايمن اشرف، الاثنين مش كويسين نوعا ما في الكرات العاليه او العرضيات، سواء كرات متحركه او من كرات ثابته. ودي مش في الاهلي بس، لو كمان ممكن تبقى في الزمالك او في مصر عموما، منتخب مصر او اهلي او زمالك بيبقى نوعا ما الكرات العرضيات او الكرات الهوائيه مش بتبقى افضل حاجه. لكن في المباريات الاخيره الزمالك كان نوعا ما كويس في الكرات العاليه، والاهلي نوعا ما دي نقط ضعف عنده. نقط ضعف عنده ان هو في الكرات العاليه مش كويس، على عكس الزمالك في الكرات العاليه الهجوميه يعني مميز جدا على حساب الاهلي. الحاجه الثانيه اللي عند الزمالك مميزه وهي نص الملعب، سواء فرجاني ساسي او اوباما. فرجاني ساسي هو الافضل نوعا ما شويه لانه بيعرف يطلع الكرة من تحت لفوق، بيعرف يطلع الكرة من تحت ضغط كويس جدا 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 جدا. ونيجي هنا بقى نقطه ضعف الاهلي برده، وهي المساحه ما بين نص الملعب وما بين المدافعين. لاعب الزمالك اوباما او فرجاني ساسي او شاري او حتى زيزو لو دخلوا
في بين الخطوط ما بين خط الدفاع وخط نص الملعب بتاع الاهلي هيقدروا يستغلوا الخط الحته دي كويس جدا وهيتعبوا الاهلي كويس جدا، لان لما لاعب من لعيبه الزمالك بيفضل في الحته دي او بينزل في الحته دي شفناها ماتش الرجاء سواء بالتسديد او باللعب على الاطراف او اللعب الدايركت سواء سيروهات في ضهر المدافعين للمهاجم، ده بيخلي يتعب المنافس جدا والزمالك متفوق في الحته دي لانه يلعب ما بين الخطوط. والحاجه الثالثه نوعا ما وهي الباكات او الدفاع بتاع الزمالك في الفتره الاخيره. دفاع الزمالك في الفتره الاخيره مميز جدا سواء في الكرات على الارض او الكرات الهوائيه لابس مميزه، ولكن اللي ممكن يفقد الحلقه دي او ممكن يفقد قوه الزمالك الدفاعيه بنسبه كويسه، يعني مثلا فوق الزمالك مثلا يعني مميز دفاعيا بنسبه 90% ممكن بغياب محمود حمدي الونش تنزل نسبه قوه الزمالك الدفاعيه الى 70 او الى 75%. ممكن الزمالك يبقى متفوق جدا دفاعيا في المباراه دي، في ظل ان محمد عبد الغني لما بيلعب حتى في غياب سواء محمود علاء او الونش بيبقى مميز جدا وبيقدم مباراه كبيره جدا، واختبرناه في كذا اختبار في مباراه كبيره مباراه مهمه، وعبد الغني مخيبش ظننا، وعبد الغني ان شاء الله يبقى اداه وجود في المباراه دي ويقدم مباراه كويسه. محمود حمدي الونش غاب ممكن يقصر على دفاع الزمالك شويه، لكن دفاع الزمالك مميز جدا 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 سواء عند احمد عيد او حازم امام او عبد الله جمعه، عند شبه يغيب برضه عن المباراه فعبد الله جمعه هو اللي هيلعب المباراه، فخط دفاع الزمالك مميز سواء خط دفاع او حارس المرمى. تعال نتكلم بقى عن نقط قوه الاهلي ونقط ضعف الزمالك. نقط قوه الاهلي تمكن في ان الاهلي بيحاول يلعب من العمق اكتر ما بيلعب على الاطراف، والعمق بيلعب في حاجتين مميزين جدا عنده. الحاجه الاولى وهي الضغط الشرس من نص ملعب الاهلي، قفشه والسوليه واليانج بيضغط ضغط شرس جدا على نص ملعب الفريق الخصم، وبالخصوص قفشه لما بيضغط على المنافس او بيضغط وهو بيبتدا اللعب الزمالك مثلا يعني في جون الوداد الاول في المغرب لما مجدي قفشه ضغط على مدافع الوداد وهو بيبدا اللعب وهو بيبدا الهجمه وقدر يستخلص منه ويجيب جول، في ماتش توجو مع مصر برده توجو ابتدى الهجمه لما قفشه برده ضغط على دفاع توجو وتخلص الكوره قدر يجيب جول. هي الحته اللي بيلعب عليها الاهلي انه بيضغط على المنافس وهو بيبدا الهجمه، دي حاجه مميزه جدا على الاهلي شفناها في مباراه الاهلي والوداد في المغرب، الاهلي والوداد في مصر، دي حاجه مميزه جدا مع موسيماني. فهنا الحته دي بتاعت قفشه انه يضغط على نفسه ويبدا الكوره هي عند نقطه الزمالك نقط ضعف شويه. نقط ضعف عند الزمالك ازاي؟ هقول لك ازاي. الزمالك ابتدى يبدا الهجمه، اللي بيبدا الهجمه مين؟ طارق حامد. طارق حامد لما بيبدا الهجمه لما بيستلم الكوره مش بيستلمها وتفضل الكوره تحت رجله، مش زي مثلا نجولو كانتي او جورجينيو او كاسيميرو او اي لاعب نمره 6 في العالم، لا طارق حامد لما بيستلم الكوره وابتدى يبتدي الهجمه، طارق حامد بيستلم الكوره بتخبط في رجله بتبعد عنه شويتين خطوه ولا خطوتين عقبال ما يوصل لها ويستلم وابتدي يلعب. لكن في الضغط العالي بتاع قفشه ان الكوره دي لو اتعملت من طارق حامد انه يستلم الكوره وتبعد عنه خطوه او خطوتين قفشه يضغط عليها ويستخلص الكوره بكل سهوله. فالزمالك لازم هنا ياخد باله من الحته دي، وياخد باله ازاي من الحته دي؟ ان الزمالك يخلي اللي يبدا الهجمه هو فرجاني ساسي مش طارق حامد. فرجاني ساسي بيقدر يستلم الكوره ويستلمها والكوره تفضل تحت رجله كويس جدا، بيعرف يطلع بالكوره من تحت ضغط كويس جدا 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 سواء في المربعات او في الكرات الطويله لزيزو او بن شرقي. فلازم يبدا الهجمه في المباراه دي هو فرجاني ساسي، وطارق حامد يبقى منشغل بالادوار الدفاعيه وانه يقفل على زوايا التمرير بتاعه الاهلي او ما يخليش لعيبه الاهلي تضغط ضغط شرس على الزمالك، او يفتح زاويه تمرير اللاعب اللي معاه الكوره اللي بيبدا الهجمه. فنقط ضعف الزمالك هي نقطه قوه الاهلي في الضغط العالي، الزمالك بيبدا الهجمه بطارق حامد، ولو ضغطت على طارق حامد لما بيستلم الكوره وتبعد عنه هتقدر تستخلص الكوره منه. والحاجه الثانيه واللي هي ممكن تكون برده مميزه عند الاهلي وهي الباك الشمال علي معلول هجوميا شاذ جدا، وخصوصا لو لعبت باحمد عيد ممكن تعمل ثنائيه ما بين اجاي وما بين علي معلول، والحته دي ممكن تتخلي الزمالك نوعا ما شكله مش كويس. ليه؟ لان احمد عيد هو لاعب قدر يكتسب شويه خبرات في الاونه الاخيره من الزمالك، لعب مباراه الرجاء في مصر ولعب مباراه الرجاء في المغرب ولعب كذا ماتش في الدوري وفي الكاس، فاحمد عيد نوعا ما قدر يعني ياخد شويه خبرات من المباريات اللي فاتت اللعيبه، لكن علي معلول خبراته اعلى جدا من احمد عيد ويقدر يشتغل احمد عيد كويس جدا. فالحته دي ازاي الاهلي ازاي الزمالك يحاول يتخطاها بان زيزو يرجع ويساعد احمد عيد كويس جدا قدام علي معلول.
لو قدرت تستغل احمد تستغل زيزو في الحته الدفاعيه مع احمد عيد هتبقى كويسه جدا. وفي ظل ان زيزو يرجع مثلا في الناحيه الدفاعيه زي ما انت قول لي، طب انت لو رجعت زيزو في الناحيه الدفاعيه كده هتخلي او هتفقده هجوميا. هقول لك يا معلم هتفقده ازاي هجوميا؟ زيزو سريع جدا جدا في الاستخلاص من الكوره، يستخلص الكوره سريعا وسريع جدا في نقل الهجمه من الدفاع للهجوم سواء بالسرعات او السروهات. فزيزو حتى لو عمل الشغل الدفاعي يبقى كويس جدا لانه بيعرف يطلع من تحت لفوق كويس وبيطلع يعرف يطلع بالهجمه او يحول الشكل من الدفاع للهجوم كويس جدا. فالاطراف عند الاهلي سواء علي معلول او ممكن الناحيه الثانيه عند حسين الشحات برده ممكن دي تبقى نقطه ضعف عند الزمالك، لان ظهر عبد الله جمعه بيبقى مكشوف جدين كتير جدا، واللي كان بيحاول برده يخلي عبد الله جمعه شكله حلو او بيلحق عبد الله جمعه هو محمود حمدي الونش لما كان بيخلص الكور من وراه كتير جدا ومن ضهره كتير جدا في المغرب ضد الرجاء. ممكن مباراه الاهلي ما يبقاش فيه وراه محمود حمدي الونش، يبقى فيه وراه محمد عبد الغني، يبقى منشغل في انه يمسك المهاجم اكتر من انه يغطي وراه. فممكن عبد الله جمعه في الناحيه اللي وراه او يتلعب الكور في ضهره كتير جدا محمد هاني وحسين الشحات ممكن يعملوا شكل على عبد الله جمعه. الحاجه الثالثه برده مميزه عند الاهلي انه بيعرف يلعب بين الخطوط كويس جدا، ودي نقطه سيئه عند الزمالك. الزمالك يقدر يلعب دفاع كومباكت كويس جدا، الزمالك يقدر يتراجع ويقفل لك زوايا التمرير كويس جدا، لكن الزمالك في الحته بتاعه انه يقرب الخطوط من بعض او يخلي مفيش ما بين نص ملعب وبين دفاع خط ان اللاعب الاهلي يسرق نفسه ما بين الخطين دول ويلعب فيها ويلعب ما بين الخطوط، دي مش عند الزمالك. شفناها في الرجاء في مصر وفي المغرب، قدر كتير جدا من لعيبه الرجاء تخش ما بين الخطوط تستلم الكوره. ملانجو المهاجم بتاع الرجاء لما كان بينزل بين الخطوط كان بيستلم كل اريحيه، ودي برده الاهلي بيعملها. مروان محسن ممكن ينزل ما بين الخطوط ويبتدي يستلم الكوره ويشغل الاطراف بتاعته، وارد جدا 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 يعملها. فانت لازم الزمالك ياخد باله من الحته دي انه يقفل اللي ما بيبقاش فيه خطوط ما بين الخطوط بتاعت الفريق، يقرب الخطوط جدا من بعض عشان ما يديش فرصه للاهلي انه يلعب ما بين الخطوط. الاهلي الناحيه الثانيه ازاي يتخضع نقط ضعفه؟ نقط ضعفه قلت لك في الاطراف سواء الطرف اليمين او الطرف الشمال، علي معلول بتلعب في ضهره كتير جدا، محمد هاني بوان تو او بترقيصه ممكن يتاكل جدا، وكمان اللي بيلعب عليه مش لاعب سهل، لا انت بتلعب عليه بين شرق شرق يلعب على محمد هاني هيعرف حد منه بكل سهوله. وعلي معلول في سواء بيعمل الحته الهجوميه كتير جدا وزاد كتير جدا، الحته الهجوميه بتاعته او اللعب في ظهره يبقى سلس جدا ويبقى كويس جدا. فانت ازاي تخلي الاطراف بتاعتك تتراجع شويه واللي هي تقفل على اطراف الزمالك، اللي انت لو فتحت اطرافك صباح الفل زيزو وبن شرقي هياكلوا على قفاك عيش كتير جدا 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 جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه سواء الاهلي ازاي يتغاضى عن الكرات العرضيه، فانت عشان تخلي الكرات العرضيه اصلا عندك مميزه ازاي تعملها؟ ما تخليش الكرات العرضيه تترفع من اصلا. اصل انت لو رفعت الكرات العرضيه سواء ياسر ابراهيم او ايمن اشرف مش مميزين فيها، فلو وصلت ولعبوا كره عرضيه الزمالك مصطفى محمد بنسبه تتخطى ال 80% ممكن يجيب جول. المصطفى محمد بيلعب بالكرات الهوائيه كويس جدا، فانت لازم تقفل الحته دي. تقفلها ازاي؟ او ما تخليش مصطفى محمد يوصل الكره ازاي، او يخلي الزمالك يلعب كرات هوائيه ازاي او كرات عرضيه لمصطفى محمد، انه ما يخليش الكره العرضيه تتلعب من الاصل. دي لازم تتعمل. الحاجه الثانيه وان موسيماني عارف ان هو ممكن يعملها انه يخلي الدفاع كومبات، او ما يجي يدافع ما يبقاش يخلي الخطوط كلها قريبه من بعض، ما يخليش كل خط بين عن الثاني، ما يديش فرصه للزمالك بمعنى صح انه يلعب ما بين الخطوط. دي هتبقى مميزه جدا في ظل الضغط العالي اللي بيعمله موسيماني مع الاهلي والباص الكتير اللي بيعمله بلعيبه الاهلي، واخد جدا في الكوره مش معاه يقفل جدا. بس في تركايه لازم مدرب من المدربين يشتغل عليها. التركايه الاولى ولو موسيماني عاوز يستفيد من الزمالك وعاوز يخلي الزمالك هي اللي يبقى الفريسه بتاعت الاهلي، اديله الكوره اديله الكوره، سيب الكوره للزمالك وارجع انت والعب على هجمه مرتده. دي الزمالك والكوره معاه نوعا ما بيبقى قوته مش زي قوته والكوره مش معاه. لو الاهلي لو الزمالك الكوره مش معاه هيعرف يضربك بالجون والتاني والتالت بالكرات مرتده، سهلس جدا سهل جدا عند الزمالك يعمل كده. شفنا ضد الاهلي نفسه في الدوري، شفنا ضد الترجي في تونس، شفنا ضد الترجي في مصر، شفنا ضد الرجاء في المغرب. الزمالك بيدافع كويس جدا وبهجمه مرتده ممكن يخطفك جول، وانت لو اتخطفت جول هتفتح الملعب وعايز تعوض الزمالك يخطفك التاني. لكن لو عايز تستفيد من الزمالك سيب له الكوره اديله الكوره واعمل اللي انت عايزه بقى وارجع انت والعب على المرتده. الزمالك الناحيه الثانيه التركايه او ممكن باتشيكو يفكر فيها انه ينزل ما يبقاش يعمل زي مباراه الرجاء. مباراه الرجاء في مصر هنا دخلنا الشوط الاول لعبنا شوط من يعني من اسوء الاشواط اللي لعبناها في دوري ابطال افريقيا السنه دي، وممكن كنا نتخطف جون في اي وقت. فالحته التركيه اللي بيلعب عليها موسيماني
انه في نفس الوقت يخرج من الشوط الاول 0-0 او ممكن يخرج من الشوط الاول 1-0 ليه ولكن ما يدخلش في جون. دي التركه اللي بيلعب عليها موسيماني، انه ما يدخلش في جون الشوط الاول، ولو جاب هو جون الشوط الاول خير وبركه، ما جابش احنا نقف وما يدخلش فينا جون الشوط الاول. على عكس الناحيه الثانيه عند موسيماني، لا موسيماني يبقى داخل الشوط الاول انا عايز اجيب جون والثاني وعايز اخلص الماتش بالشوط الاول عشان الشوط الثاني ابقى مرتاح، ابقى مرتاح ادافع اهاجم امسك كوره اسيب الكوره ابقى مرتاح. لكن لو الشوط الاول خرج المباراه 0-0 اقول لك الشوط الثاني هيبقى شوط نام، لان الزمالك بينزل الشوط الثاني يبقى عايز يجيب جول ويبقى ماسك الكوره ويبقى هو اللي بيهاجم. ممكن موسيماني يعمل اللي هو يسيب الكوره للزمالك ويرجع هو ويلعب عن المرتده وارد، لكن دي مش كوره موسيماني. موسيماني بيحب يمسك الكوره اكتر، بيحب هو اللي يبقى هو اللي يتحكم في ريتم المباراه سواء يعليه او يوطيه. هو موسيماني بيحب يمسك الكوره، هو اللي يمسك الكوره هو شغل الماتش، مش زي باتشيكو. باتشيكو بيحب يدافع، يحب يخلي اللياقه بدنيه عند الفريق اللي قدامه تنهك تماما، ينهك الفريق قدامه بدنيا وتخليه يقع بدنيا، ان الشوط الثاني يجي مثلا في الدقيقه 60 او الدقيقه 70 الفريق اللي قدامه يقع بدنيا فيبتدي يهاجمه وبيضربه الجون والثاني. ده شفناه في مباراه الرجاء هنا في مصر لما فريق بتاع الرجاء وقع بدنيا قدر الزمالك يخطف الجون والثاني والثالث والرابع، ولكن في وقت هنجيب رابع وخامس وسادس، ولكن نهايه المباراه الزمالك بيحب يلعب الحته دي، فلازم موسيماني ياخد باله جدا جدا من الحته دي. باتشيكو موسيماني مدربين كبار، هتيجي واحد تقول لي طب لو الفريق من الفريقين اكيد فريق من الفريقين هيخسر سواء الاهلي او الزمالك، هل حد من الجمهورين يقدر يلوم على المدرب؟ اقدر اقول لك لا لا، سواء الزمالك خسر او الاهلي خسر حد يلوم على المدرب؟ جمهور الزمالك مثلا يقول لك يا عم باتشيكو يلا نمشيه نجيب مدرب جديد؟ لا، باتشيكو جه في وقت صعب جدا 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 قدر يتخطى نصف النهائي بمعلمه ويكسب الرجاء ذهاب واياب ويوصل لك للفاينل. كسب الفاينل خير وبركه، ما كسبش الفاينل ابني على باتشيكو وخلي باتشيكو معاك وخليه يبني للسنين الجايه او للسنه الجايه انه يوصلك فاينل او ياخد بطوله كبيره. الاهلي خسر، موسيماني خسر البطوله، موسيماني ايضا جه في وقت صعب قدر يتخطى الوداد في نصف النهائي ويصعد للفاينل وجه في وقت صعب جدا. الاهلي والزمالك كانوا محتاجين في وضع حرج بعد ما كارتيرون مشي وفايلر مشي، خلاص قلنا الاهلي والزمالك بنسبه كبيره هيخرجوا من السيمي فاينل. لكن لما الزمالك جري جاب باتشيكو والاهلي جري جاب موسيماني، خلاص سواء الاهلي او الزمالك ارتاحوا نوعا ما شويه، معاهم مدربين كبار يقدروا يوصلوا للفاينل. وصلوا للفاينل، حد مدربين خسر يتلام؟ لا، لان حد المدرب سواء باتشيكو او موسيماني لسه ما حطش ايديه على الفريق، لسه ما اداش كل حاجه للفريق. فلازم نصبر سواء الاهلي خسر او الزمالك خسر، نصبر 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 على المدربين. نيجي لحته مهمه جدا 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 في المباراه، الجمهورين. في الاول وفي الاخر يا شباب دي مباراه كره قدم، في الاول وفي الاخر دي كوره، سواء الاهلي خسر او الزمالك خسر دي كوره، وبطولات جايه وجايه وجايه. سواء انت زملكاوي وزمالك خسر البطوله ما تزعلش يا معلم، انت اكيد هتزعل عشان الفريق لكن ما تخليش الحزن يتملك منك. هي مباراه كره قدم في النهايه، عارف لو كسبت هتبقى فرحه عارمه للفريق كسبان وجمهور الفريق كسبان، ولكن لو خسرت ما تمناش ان قسوه الهزيمه تخليك تبقى حزين وتدخل في كبوه اكتئاب مثلا. في الاول اخذ مباراه كره قدم، مش مستاهله كل ده، مش مستاهل ان انت تحزن ويجرى لك حاجه بسبب هزيمه في مباراه كره قدم لفريقك المفضل. مش عايزين بعد المباراه نسمع وفاه مشجع زملكاوي اثر ازمه قلبيه بسبب هزيمه فريقه، او وفاه مشجع اهلاوي اثر ازمه قلبيه بسبب هزيمه فريقه. مش عايزين نسمع بعد المباراه اشتباكات ما بين جمهور الاهلي والزمالك في مكان ما في قهوه ما. مش عايزين نسمع كل ده، هي في الاول وفي الاخر هي مباراه كره قدم ونهائي بطوله، نهائي بطوله الاهم في تاريخ الفريقين او الاهم لتاريخ الجمهورين سواء الاهلي او الزمالك. في ناس كتيره كتير جدا من جمهور الزمالك ما شافش الفريق بياخد دوري ابطال افريقيا، انا واحد منهم ما شفتش الزمالك بياخد دوري ابطال افريقيا. الاهلي من 2013 ما خدش دوري ابطال افريقيا، في ناس عايز تاخد دوري ابطال افريقيا بقالنا كتير ما خدناش دوري ابطال افريقيا. هو مباراه صعبه على الجمهورين، مباراه صعبه سواء على الاهلي او على الزمالك، بس يا معلم في الاول وفي الاخر هي مباراه كره قدم مش اكتر ولا اقل، مباراه كره قدم. شجع فريقك، افرح بفريقك، لكن لو خسرت ما تحزنش قوي عشان ما جراكش حاجه. بس دي في الاول والاخر نهايه حلقه ما قبل نهائي القرن ما بين الاهلي والزمالك. مباراه هتبقى صعبه سواء على الاهلي او على الزمالك، المدربين داخلين المباراه اكيد 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 الفريقين داخلين المباراه عايزين يكسبوا المباراه. حاجه اخيره بس قبل ما ننهي، الحاجه اللي ممكن تبقى تركايه او مفاجاه هنا او مفاجاه هنا، هي عند موسيماني ممكن يفاجئ الفريق بأليو بادجي.
ممكن لو اعتمد الاهلي على العرضيات قدام الزمالك يلعب اليو بادجي، لان اليو بادجي قدر ياخد كور طويله جدا من الزمالك في مباراه الدوري، والزمالك برده مش الفريق مميز الواو في الكرات الهجوميه او الكرات العاليه قصدي، لا فريق عادي ممكن تضربه بالكرات العرضيه عادي جدا. فممكن موسيماني يفاجئنا باليو بادجي، الله اعلم، انه مش يعني هو مش مقتنع باليو بادجي، بس ممكن يفاجئنا بيه الله اعلم. ممكن المفاجاه الثانيه عند باتشيكو وهو ونجم، ممكن نلاقي ونجم بدل اوباما في نص الملعب يلعب صانع العاب، والثلاثي اللي تحت مصطفى محمد سواء زيزو او بنشاري او نجم، الثلاثي يبدله في الحته دي. وارد باتشيكو يفاجئنا بالحته دي، ولو فاجئنا وعمل التركات تبقى عظمه من باتشيكو. ممكن مفاجاه ثانيه ودي بعيده قوي 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 قوي، وهو يبدا بشيكابالا. ممكن يبدا بشيكابالا ويقول لك بقى عايز يسقر ويعمل كل ده، واحنا في اوروبا اقول لك ماشي مدرب فريق لاعب ينزل بقى وعايز يجيب البطوله الغايبه عنه ما خدهاش قبل كده في تاريخه وكل الكلام ده ماشي، لكن في مصر صعب، شيكابالا صعب يبدا الماتش. لكن ممكن التركيه هنا اليو بادجي، ممكن التركيه هنا ونجم. قول لي انت توقعك، هل المدرب ايه توقعك، او ايه الحاجه اللي ممكن المدرب يفجرها في الفاينل عند باتشيكو وعند موسيماني؟ واخر برضه قبل ما ننهي اقول لك اللعيبه اللي غايبه هنا واللعيبه اللي غايبه هنا. الونش غايب بسبب كورونا ورسميا هيغيب عن الفاينل، حتى المسحه بكره مش هيعملها، المسحه دي اتعملت النهارده ولا تطلع بكره مش هيعملها. حازم امام خاف من الكورونا، ولكن الناحيه الثانيه عند الاهلي عنده كهربا هيغيب عن المباراه، عندك وليس امام بنسبه كبيره كهربا وليس امام هيغيب عن المباراه، وفي اخبار طالعه ان لاعب مهم جدا واساسي بيلعب في الاهلي ممكن يغيب عن المباراه وعنده كورونا. لو اهلا او الله اعلم مين اللاعب ده بكره او مسحه الكاف اللي اتعملت هتبين كل حاجه، سواء اصابات في الزمالك او اصابات في الاهلي هيعلن عنها بمسحه الكاف. بس في الاخر دي كانت مباراه ما قبل نهائي القرن من وجهه نظر انا، وكل الكلام اللي اتقال في الحلقه من وجهه نظر انا. قول لي ايه رايك انت في المباراه، وقول لي انت كمان توقعك من المباراه يا معلم. قول لي نقط ضعف فريقنا من وجهه نظرك، نقط ضعف فريقنا، نقط قوه ونقط قوه هنا من وجهه نظرك انت. وقول لي كمان توقعك ايه اللي ممكن يعمله باتشيكو وموسيماني في المباراه دي، وايه اللي بيدور جوه دماغهم. قول لي انت بتدور ايه في دماغك، ايه سيناريوهات المباراه سواء انت اهلاوي زملكاوي، وقول لي كمان ايه اللي بيدور في دماغك. زي ما انا طلعت وقلت لك كده الكلام اللي انا كنت عايز اطلعه، قول لي انت كمان الكلام اللي عايز تطلعه في كومنت. وفي الاخر توقع نتيجه المباراه، وقول لي مين بطل افريقيا، وانا توقع المباراه صعب جدا ان انا اتوقع، بس اكيد بتمنى فريقي هو اللي يفوز، سواء انت اهلاوي او زملكاوي بتتمنى فريق هو اللي يفوز. وانا بصراحه بتمنى الزمالك يكسب دوري ابطال افريقيا، لان مش قادر اعيش ليله زي ليله 2016 تاني ضد سان داونز، مش هقدر اعيش ليله زي دي تاني. فان شاء الله بتمنى ان الزمالك يكسب الفاينل. وفي النهايه احب اقول لك لو الحلقه عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك، ولو اول مره تشوف الخلقه دي ننزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في المين الجايين، هيبقى في حق في كلام كتير هناك سواء فيسبوك او تويتر او انستجرام، فانزل تابعوني عليها واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم بعد الفاينل، سلام.